السلام عليكم. اليوم جبنا العمى سيدي هاد الآلة كترجع الحليب للبن. ما معناها يعني العمى سيدي بحال تغصيب شحال هادي هانتوما كتشوف كدابا كان خور باقشي فيها شي حاجة باش كنفهم كيجي فيها لا كتاب لهم يحزنون كيجيبوا لك الحاجة ديال تشينو خطيرة. دخل الساق المسمار وهني السوق وزيد كبل البن وزيد المهم صعوبة تامة. جبرنا مسامر العمى سيدي وسقنا وبديت كنفتش واش كاين شي كتاب. ما كاين حتى شي كتاب. هي آلة جميلة جدا ولكن المشكلة ديالها أنها ما كتبين الكتاب تما ما حتى حاجة. الحاجة تشينو ديما ناقصة ما عرفتش بحال الحاجة ديال ألمان ولا الحاجة ديال لوكسمبير. المهم انتم كتشوفوا لي كان هذا المسمار جيب معاه الوقت بزاف كنت كيف تشغل الطول نوفيس ما جبغاش ما جبغاش شي حاجة مور شي حاجة عدلت بابا غاد الشفرة وزيرتي معه مزيان مزيان مزيان. هنا كان خوي الحليب بعد ما رجع الرايب اكي يعني اكي اكي شدا باش نسند انا صاحبي باش نسند العمى سيدي غادي كثير وسي ثي وسي كنت خزر العمى سيدي هادي كانت 11 لتر وانا خويت لها 7 لتر. اول مره غادي نجربها نشوف واش بصح كتعدل البن ولا لا. وهي الماكينه مزيانه مزيانه طيب عمرها سلعه واخا ديال تشينو كيعملو الصح. حتى ما عرفتش شحال غادي يصبر لي داك الموتور كيتبربر بشويه بحال اللي تقول العمى سي مهلوك بحالو بحال تشينو. هنا خويت لهم 5 لتر يا اخرى زايده يا اخرى خوي مزيان زيد على بركة الله بسم الله. انتوما كيما كتشوفو العمى سيدي من الخدمة للدار ترابخو كسا غسل شي حاجة وزيد شي حاجة وما تنساوش تضغطوا على اللايك والاشتراك في القناة. الله يجازيكم بخير. نسيت شي حاجة غسلها البوطة كتبان موسخة شي حاجة صح. بعد ما جبنا الحليب فينكا انتوما كتشوفوا العمى سيدي كيفاش الواجب قطع قطع صاحبي دغيا صافي. يلاه نديرو دابا الموتور شعلو جبرت واحد الشعرة فيها قد قد السخط ديال البقرة. المهم عدلنا طحنا الباكيت يلاه شعل شوف كيف غادور زيد على بركة الله شعل. انتوما كتشوفوا النتيجة ديال الشاي ديال كانت كتهز بزاف فوق الطاولة قلت بلاتي نزلها الفوق لتحت وتقضي باري مع راسها ربنا جبرها في الصالون. هيا هادي خليتها نص ساعة 30 دقيقة مشيت صليت العشاء ورجعت عندها شوية طليت عليها جبد تبارك الله زبدة تاي وسي والزبدة يا اخي الزبدة زبدة بلدية رومية خرجت لي بيضة ما عرفتش كيفاش كانت كتخرج الصفرا شحال هادي دابا هادي خرجت بيضة الله يحضر السلامة تبارك الله. والمهم جبنا باش غادي نفطر ان شاء الله سيدي مزيان تبارك الله. لا بخير 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 مازال اللي باقي عصا ولكن كلشي مزيان الحمد لله.